عايز نص سمين يا حاج. شطبنا يا ابني. شطبت ازاي يا حاج؟ ده انت لسه فاتح اهو. ياد بقول لك شطبنا وطفينا النار كمان. لو شطبت يا حاج يبقى تلم وتروح عشان محدش يجيلك تاني. ايه؟ طب غور غور يا ابن الرافضة من هنا. جاتك البلاوي فيك وفي اللي خلفوه. انا عارف ايه المصايب اللي بتتحدف علينا على الصبح. يقول لي عمره شطب يقول لي مش عارف ايه. حاجة غير صحيح. نص سمين يا حاج. شطبنا وطفينا النار. طب ما ينفعش تقليلي نص كده على السريع؟ استغفر الله العظيم يا رب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بنقول شطب. روح. طب ولو قلت لك عشان خاطري؟ ده أنا عشان خاطرك مش هولع النار. ده أنا أولع في نفسي. إيه رأيك بيه إن أنا هعمل لك 2 كيلو سمين تاكل صوابعك وراه؟ مش نص بس. لا كفاية نص. أحسن أبويا لو كل كتير ونام ممكن يفطس ويموت بعد الشر عليه. طبعا بعد الشر عليه وعلى كل اللي بيحبوك. هو انت بنت مين يا شباب؟ بنت عم فوزي اللي كان بيبيع انابيب. انت فوزي؟ سبحان الله. كان بيبيع انابيب. الله. هو ابوك فوزي بيبيع ايه دلوقتي؟ ربنا كرمه اخر كرم وفتح كشك سجاير. ايه؟ طب بس ازاي فوزي يسيبك تخرجي كده في نص الليل؟ مش خايف عليك ولا ايه؟ ليه؟ هو كان حد هياكلني ولا كان حد هياكلني؟ برافو برافو عليك يا بنت فوزي. انما انت ما قلتليش اسمك. بنت فوزي اجيب ليك اسم يعني؟ انا بالمؤاخذه انا عايز اعرف اسمك. اسمي منيره. اسمي منيره. ها كده مظبوط. اسم على مسمى. منيرة. وانت منيرة بصحيح. اموت انا في السمين. هيحصل ان شاء الله. اتفضلي اتفضلي يا ست البنات. خش برجلك اليمين. اهلا وسهلا في بيتك ومطرحك. روحي سلمي على الحاجة وحب على ايديها. يلا. ازيك يا حاج؟ مين دي يا توفيق؟ مراتي. يا مصدي مراتك. الله الله الله. مريم لينا مش هتاكل ولا ايه؟ ماليش نفسي يا حاج. مكيش نفس ده ايه؟ انا هفتح نفسك ان شاء الله. دول شوية سمين وصايا انا اللي عاملهم بايديا مصوص. مسكي مسكي خدي الكارع ده. يلا بسم الله بسم الله. تعيش يا حاج. حاج حاج حاج. ايه يا صغيرة ما تقولي لي يا توفيق على طول؟ طب مني ديك يا توفيق. على نفسك شويه عشان تعرف تنام يا حاج. وهو انا باكل عشان انام؟ انا باكل عشان اقوم. احنا قلنا ما بلاها حاج دي بقى. هقول لك ماشيها تيفا. ايوه حلوه تيفا. قولي لي يا تيفا. ماشي يا تيفا. الله. ايه يا منيره في ايه مالك بس؟ شويه حاجات كده شغلاني في دماغي يا تيفا. لا من هنا ورايح مش عايزك تحط اي حاجة في دماغك غير توفيق وبس. قصدي غير تيفا وبس. ده تيفا ده فوق دماغي من فوق وجوه قلبي كمان. شوف انا بحب البومبار قد ايه. بحبك انت اكتر من البومبار. وعزة جلال الله بموت فيك يا بنت منيرة. بس انا زعلانة قوي يا تيفا. زعلانة؟ زعلانة من ايه؟ زعلانة من مين؟ قوليلي يا منيرة مين زعلك وانا اهرسولك برجلي هرس. انت اهرسني بس اعرف زعلتك في ايه بالظبط. يا اخويا قلت لي لما هتتجوزني هتقل لي دراعاتي دول من الذهب واديهم هم يا اخويا قدامك خفاف خف الريشه. طب هتشوفي هعمل ايه في دراعاتك البيضة الحلوه دي. ده انا حوزنهم ذهب فعلا. بس انت شاوري بس. انا يا تيفا ما بحبش اضيع وقتي في المشاوره عشان كده هجيب لك من الاخر. هات هات يا ست البنات. حاجه واحده كمان يا تيفا وبس. حاجة واحدة ده ايه؟ اطلبي حاجات. لا
اللي على بالي يا اخويا دلوقتي حاجه واحده وبس. اموري انا خايفه يا تيفا. خايفه ده ايه؟ طول ما انت مع توفيق ما تخافيش ابدا. طب ولو توفيق مش معايا؟ ها؟ مش فاهمك، يعني ايه؟ يعني يا اخويا بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني ولادك الثلاثه يسدوا عين الشمس، لو قاموا على واحد ياكلوه بسنانهم. ايه ده؟ حد فيهم دسلك على طرف؟ حد منهم زعلك؟ حد قال لك كلمه كده ولا كده؟ لا 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 لا، انا يعني بتكلم يا تيفا بعد عمر طويل، هبقى واقفه كده قدامهم بطولي من غير ظهر يحميني ويجيب لي حقي. طول ما انت مع توفيق حقك مش هيضيع ابدا يا منيره. يا اخويا ما انا عارفه، انا طول ما انا مع توفيق حقي مش هيضيع، انا خايفه لا توفيق نفسه هو اللي يضيع مني. انت بتقولي ايه بس يا منيره؟ بعد عمر طويل يا تيفا، وبعدين يعني يخلصك ان انا اعيش معاك وانا قلقانه وانت ادرى الناس ان الزمن ملوش امان. لا 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 لا، الكلام ده تقوليه لما يكون جوزك عدم المؤاخذه بالكلمه راجل خرع طري، انما لما يكون جوزك راجل زي توفيق ما تقلقيش ابدا، لان توفيق قصدي تيفا يعرف يامنك ويامن اهلك كمان. ما عشان كده يا تيفا انا جمدت قلبي وقلت اطلب منك. وماله؟ اطلبي. اكتب لي الشقه باسمي. فايت ايه مهلك يا توفيق؟ انت مش قادر تقوم ولا ايه يا راجل؟ يا رئيس توفيق. ايه في يا منيره مالك؟ انت يا اخويا هتفضل مقضيها لي نوم كده على طول ولا ايه؟ وده مضايقك فيه ان شاء الله؟ لا يا اخويا ما يضايقنيش، بس اصل كتر النوم ما بيجيبش غير الهم والمرض والكسل، وانت بقى يا اخويا بصراحة العبارة كده ما انتش ناقص. مش ناقص؟ الملاف الساعد يا اختي، قال مش ناقص قال، انا مش عليل ولا عويل. طب يا اخويا ما دمت لسه بصحتك ما تقوم يا راجل وتوريني امارة، وانزل يا اخويا روح شوف شغلك. اديني قايمة، روح انت حضري لي الحمام واعملي لي الشاي. فين الشبشب؟ سلامت الشوف يا حاج، الشبشب يا اخويا تحت رجلك عادل اهو. ويا ريت بقى يا حاج وانت راجع يبقى هات لك لقمة يا اخويا عشان تتعشى بيها. ليه؟ انت مش ناوي تعملي حاجه النهارده؟ والنبي يا اخويا مش قادره، ولو قادره ما تاخرش. ايه مالك يا منير؟ فيك ايه يا بنت؟ حاسه كده ان انا تعبانه وكل جدتي مهمده، ولا قادره اعمل اكل ولا اشوفه ولا حتى اشم ريحته. ولا حتى شمه؟ يعني ايه يا راجل؟ بقول لك لا قادره اكل ولا اشرب. لا قادره تاكلي ولا تشربي ولا تشمي؟ تبقى حامل يا منير. لا 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 لا، فرج فرج، خد يا خد 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 الصينيه دي، تعال تعال حاج. مالك يا توفيق؟ ايه ايه مالك دي؟ ايه في ايه؟ هو كان حصل ايه يعني؟ لا لا لا، انت مزعل كده ليه؟ اصلك انت عدم مؤاخذه عملت زي اللي قابل واحد على الصبح كده، واول ما شافه راح شاهد في وشه وقال له ايه مالك فيك ايه؟ وشك اصفر كده ليه؟ انا لا قلت لا اصفر ولا احمر، كل الحكايه اني شايفك تايه ومش مركز، وكنت هتتكفي على وشك قمت خدت بايدك. خلاص يا سيدي متشكرين قوي، كتر الف خيرك. ماشي يا حاج توفيق، انا محقوق لك بالاذن. سلام عليكم. استغفر الله العظيم يا رب. عرفان عرفان استنى يا اخي، ده انا عايزك. الليله عيد الليل على تيفا زاعي الليل. عايز الليل عايز يا توفيق بقى، عايز ادخل اسلم على الواد. النبي يا توفيق سيبني ساعد احسن، انا مش مستحمله. طب احضن ام الواد. يا راجل بقول لك مش طايق اشم ريحتك، ده ايه القرف ده؟ قرف ايه يا عبيطه انت؟ ده وحم وحم، انا عارف كل حاجه. بقول لك ايه، طب احضنيني من غير ما تشميني. يا راجل بقول لك ايه بقى، يا راجل بقول لك ايه، شوف هتنزل تروح فين وسيبني في النصيبه اللي انا فيها دي. نصيبه؟ نصيبه ايه اللي بتقول عليها يا منيره؟ دي فرحه، فرحة كبيرة قوي، عشان كل أهل الحتة يعرفوا إن توفيق يقدر يخلف عيل واتنين وتلاتة. أنت رفعت راسي في الحتة كلها يا بنت. بلا اتنين يا أخويا بلا تلاتة، مش هتشم ريحة العيال تاني لما تكتب لي الشقة دي باسمي وقبل العيل ما ينزل من بطن. الله 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 الله، ليه كده يا منيرة؟ أنا بحبك صحيح،
بس ما احبش حد يلوي دراعي ابدا. انا يا اخويا ما بلويش دراعك، انا بدور على حق ابني وبامن له مستقبله، وحاجه زي دي ما تزعلكش، بالعكس المفروض تفرح كده. ماشي انا موافق يا ام لينا، اول ما الواد ينزل يوقوق من بطنك هكتب له الشقه باسمه، ايه رايك بقى؟ ماشي اكتبها باسمه وابقى انا الوصيه عليه. خلاص يبقى اتفقنا، يلا بقى عشان نخلي البلاد يعيد على ديفة سعيد. يا راجل بلا عيد بلا وقفة يا راجل، بقولك مش قادر اشم ريحتك. ده ايه ده؟ الله الله الله، انا اتشائمت من الاغنية دي خلاص. نعم يا اختي. نعم يا اخويا، بأمرتي بقى ان شاء الله تطلع معاها الحج وتسيبني انا هنا مرمية انا واللي في بطني. بأمرت انها مراتي زيها زيك واحسن منك كمان. بس احسن من انا يا حاج؟ بأمارة ايه؟ بأمارة يا اخويا ان هي مش قادرة تتحرك من مكانها، ولا بأمارة رجليها اللي مش شايلاها؟ الله الله الله، وانت ايش عرفك ان رجليها وجعاها؟ اللي عرفني يا اخويا عرفني، يبقى خليها هي بقى تنفعك. عيب عيب يا منير، عيب اللي انت بتقوليه ده، استغفر ربك امال، دي قد والدتك برضو، وبعدين انا وهي خلاص بقينا زي الاخوات واكتر، يعني ما تخافيش عليا منها. برضو بتخافي عليا ولا ايه؟ ما عدتش فارق معاكي ولا ايه؟ يا اخويا فارق ولا مش فارق؟ انا هروح اقعد بقى عند ابويا لحد ما انت ترجع من السفر، وراحه من دلوقتي. دلوقتي ده ايه؟ هو انا مسافر دلوقتي؟ ما هو يا اخويا كل واحد في البيت ده بيعمل اللي على كيفه، انا كمان بقى اعمل اللي على كيفي، اشمعنى انا؟ الله 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 الله، هي حصلت. اشرب يا تيفا. اهو التفصيل اهو، حاجة تعر، اعمل حسابك انا مش هفصل تاني. هو يعني اللي بيلبسوا جاهز دول احسن مني ولا يعني احسن مني؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا ستي مفيش في الدنيا دي كلها حد احسن مني. خد الهدوم دي اركنيها، وزعيها، ارميها، وما تعتريش هم، كلها كم يوم واجيب لك هدوم احسن منها الف مرة كمان. ايه رايك فيها؟ بس يلا يلا يلا، تعالي ريح، يلا يلا بقى، ما توجعيش قلب امال. لا يا اخويا مش جاي. مش جايه ليه بس؟ مش احنا اتفقنا خلاص؟ يلا منير يلا نغني سوا الليله يا عيد، يلا بقى. لا يا اخويا لا هنغني ولا اتفقنا. بص بقى يا تيفا، انا يا اخويا عايزك تغير شغلانه المصمت دي، عايزك تشوف لك كده شغلانه تانية حلوه. يا دي النيله عليا وعلى سنيني وسنين المصمت. شفت اديك دايما كده بتتخلق عليا، ما بتبقاش حلو وحنين غير لما اكون عاوز حاجه مني. ما هي دي شغلانتي يا منيره، شغلانتي، ما اعرفش شغلانه غيرها يا بنت الناس. وانا مش عاوز ابني بقى يتولد يلاقي ابوه بياع سمين. بياع السمين ده خلف رجاله مش شنبات، لازم تفهمي كده كويس، مش هتيجي انت على اخر الزمن وتطلعيني معاش قبل الاوان بقى. ليه يا اخويا؟ هو انت لسه ما طلعتش؟ ده انت طلعت معاش من زمان قوي يا تيفا، ولا انت يا حاج مش واخد بالك؟ لا واخد يا اختي، واخد معاش، معاش معاش معاش، بس هفضل بتاع سمين يا بنت بتاع الانابيب. انابيب تريد تريد تريد، انابيب تريد تريد، يا الله ما الليله باظت باظت، الهي تولع فيك يا انبوبه. ايه ده؟ خارجة ولا ايه؟ لا لابسه يا اخويا عشان داخله الحمام. الله 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 الله، انت بتتنوري عليا يا منيره. اصلك يا اخويا شايفني لابسه، هكون يعني راحه فين؟ اكيد خارج. ماشي، طب خارجه راحه فين يا ست منيره؟ راح اشتري شويه حاجات انا والبيت لواحظ للبيت. ويعني هي حبكت تنزلي دلوقتي تشتري حاجات للبيت في نص الليل؟ نص الليل ايه يا تيفا، دي الساعه يا اخويا ما جاتش 9. خلاص خلصت، مفيش خروج دلوقتي، يبقى انزلي بكره اشتري اللي انت عايزاه. جرى ايه يا حاج؟ انا يا اخويا لما اقول خارجه يعني خارجه. وانا قلت مش هتخرجي يعني مش هتخرجي يا منيره. جرى ايه يا حاج؟ هو انت اخويا بتفكر تمد ايدك عليا ولا ايه؟ الست اللي تعصى جوزها ملهاش غير الطلب. ده العاش ولا كان ولا اتولد اللي يفكر يمد ايديها على منيره. لا اتولد وحاسبتلك وقلت مش هتخرجي يعني مش هتخرجي. اوعى ايدك دي يا ناس، يا ناس الحقوني يا ناس، يا ناس التوفيق عايز يموتني يا ناس. يا ناس التوفيق حرام عليك، يا ناس الحقوني الحقوني يا ناس التوفيق هيموتني انا والعيل اللي في بطني. يا لهوي. الله 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 الله، يا
بنت بتاع نبي. ايوه لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه خير. يابا الحقني يا دكتور، الحقني يا ابني. تعالى بس اقعد خد نفسك. الله يبارك لك. في ايه؟ خد نفس ازاي؟ اخد نفس ازاي؟ بنت منيره بنت الكبس جرستني في الحته كلها. لا مش كده وبس، لما تبوها واخواتها واتكتروا عليا وكانوا عايزين يضربوني. انت بتقول ايه يابا؟ ما تقولش كده. معاش اللي مد ايده عليك طول ما احنا عايشين على وش الدنيا. يمهل ولا يهمل. سكتها يا احمد، انا مش ناقص. يا امي ابوس ايدك، اسكتي بقى مش وقته. طب انت حصل لك اي حاجه يابا؟ لا الحمد لله جت سليمه. اهل الحته كلهم الله يسترهم اتلموا عليهم، كانوا هياكلوهم. بس انا خلاص يا احمد، خلاص البيت دي انا مش عايزها. يعني ايه مش عايزها يابا؟ والواد اللي ببطنها ده هنعمل فيه؟ هي في 60 داهية، انما الواد لا. والواد في 60 داهية؟ الواد اللي يمرمط بكرامته ويحط دماغ الارض يغور في 60,000 داهية. هترمي لحمك يا توفيق؟ انت صحيح ملكش امان. يا امي ابوس ايدك، مش وقته. يابا خليك قاعد معانا هنا يومين، ربنا يسهل ان شاء الله. هروح انا اتفاهم معاها بالذوق. ايه؟ تتفاهم؟ متفاهم مع مين يا اخويا؟ لا يا احمد، احنا لازم نروح كلنا بربطة المعلم، انا وانت واخواتك وحبايبكم، نكسرهم ندشدشهم. طيب. لازم ندشدشهم. خلاص يا كلها. خلاص ابوس ايدك بقى، انت مش ناقص. اقعد ارتاح، اقعد يابا، خد نفسك. البلطجة دي مش هتنفع معاهم يابا، لو هي لوحدها زي ما بقولك في 60 داهية، انما في ابن بطنها لازم نعمل حسابه. بعد اذنك يا ابوي سيبني انا اتفاهم معاهم، بس انت خليك قاعد هنا يومين. ابوس ايدك، بلاش روح لها قرش لا منك ولا منك. منيرة ازيك يا تيفا؟ تيفا في عينك وفي عين اللي خلفوكي. اسمها سيتا وفيه، ولا انت نسيتي؟ انا يا اخويا كل اللي انا فاكراه ان هو ده الاسم اللي انت كنت بتحبني اناديلك بيه، ولا نسيت يا تيفا؟ برضو؟ طب ادخلي انت دلوقتي يا نتيبة. اعرف الاول بنت بتاع الانابيب دي ايه اللي جابها هنا. ادخلي يا نتيبة وقصر الشر عشان خاطري. سميحة خديها وضيطها وفيروا عليكم من جوه. يلا يا نينا يلا نخش جوه، يلا ملناش دعوة. يلا. نعم افندم. خير يا اللي ما شفتش من وش خير. يا اخويا كويس انك لسه بخير وواقف على حيل. ليه؟ وكان حد قالك ان انكفيت على وشي؟ لا سمح الله. اتكفيت بقى ولا ما اتكفيتش لنفسك؟ هدومك اهي والشقه ما اشوفش وشك تاني فيها. ولو عاوز ترجع تيجي تتفاهم مع ابويا، ويا نوافق يا ما نوافقش. اتكلم على قدك يا بنت. ابوك مين ده اللي اروح اتفاهم معاه؟ ده انت كنت مجره وانا اللي طلعتك بره. ليك حق يا اخويا، صوتك يعلى عليا وتعيرني. ما انت بسم الله ما شاء الله اهو بقى في ظهرك عماره بحالها لمني فيها عيالك. اه معلوم، عزي وعزوتي وسندي عيالي. اه رجاله من ظهر الراجل. صحيح عاجبك ولا مش عاجبك؟ ولو قلتلك مش عاجبني هتعمل ايه يا يا سيد الرجاله؟ سيد الرجاله غصب عن عينك وعن عين ابوك وعين كل اللي اتشدد لك. يا اخويا ما تتحمقش قوي كده، احسن يطقلك عارق. وانت بصراحه بقى ما انتش ناقص كفايه يا راجل اللي طقه قبل كده. وبعدين يا راجل خلاص انت لازم تاخد بالك من صحتك شويه، ده انت رجلك والقبر. قبري يلمك انت واهلك كلهم يا بنت بتاع الانابيب. هي حصلت غوري من وشي. يا اخويا بالراحه على نفسك شويه احسن تقع من طولك. اطلعي بره بنت، اطلعي بره بقى قبل ما اقطعك حتت وارميكي للكلاب. استنى عندي، هاتي مفتاح الشقه يا بنت. شقه ايه يا ابو شقه؟ شقتي تعبي وعرقي وشقه عمري كلكم، والشقه دي كوم. الشقه دي تسوى رقبتك، فاهمه يعني ايه؟ ده انا اقتلك وكتاب الله هقتلك، فاهمه؟ حوش يا حواد قال يقتلني. قال طب يا اخويا ما تفرجني الرجوله عشان تقضي لك اليومين ثلاثه اللي باقيين في عمرك في السجن بحسرتي انا والواد اللي في بطني. بقول لك ايه يا حاج، شقه وملكش فيها قشايه، وابنك ويبقى يا اخويا وريني هتشوفه ازاي.
بالإذن يا سيد الرجاله.